مبروك الفوز، فوز صعب، فوز غالي، بيأكد ان الكابتن فتحي مبروك على المدرب المصري ان هو لازم يبقى متواجد مع النادي الاهلي. والله بص الحمد لله ده توفيق من عند ربنا، وتوفيق كبير جدا من عند ربنا سبحانه وتعالى في رغم الظروف الصعبه اللي احنا فيها، ولكن انا بشكر اللعيبه من كل قلبي، بشكر اللعيبه لانه ادوا اداء رجولي، وفي لعيبه يمكن بقى لها فتره ما لعبتش وادت ال 90 دقيقه وادت ضربات الجزاء الترجيحيه، فانا بشكرهم من كل قلبي، بشكر حتى الناس الشريف وبشكر عماد وبشكر الناس اللي نزلت محمد هاني بالرغم من الضغوط الرهيبه اللي احنا مرينا بيها في هذه المباراه، ولكن الحمد لله وصلنا ضربات الجزاء الترجيحيه، واللعيبه كانت فيها ثقه في ادائها وثقه في نفسها، قدرنا نكسب هذه المباراه الحمد لله. راجل محترم، ربنا يخليك. لان اذا كان اللعيبه عندها ضغوط، انت عندك ضغوط، انت كل شويه مدير فني اجنبي ومدير فني كابتن فتحي مبروك ماتش وماتشين وحاجه، يعني انا لو منك لك والله انت راجل محترم. لا الحمد لله انا ابن النادي ودائما انا في خدمه النادي الاهلي، وانا عندي شهاده من الجماهير ومن الناس اللي بتحبني، دي كفايه قوي تكفيني قوي الشهاده بتاعت الجماهير وشهاده الناس اللي بتحب النادي الاهلي وبتحب فتحي مبروك، ان فتحي مبروك مخلص في ادائه وفي عمله وفي شغله، وكفايه ان انا برفع الضغوط. ده ما بيعجبش ناس ساعات خلاص، والادب انا بسيب الامور دي لربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى ربنا بيكافئك قدام اللي انا بسيبها لربنا سبحانه وتعالى، وربنا بيكافئ كل انسان بيشتغل بضمير وبيشتغل بنيه وبيشتغل في حب ناديما. النهارده ضغوط، جون بيدخل في اخر دقيقه وضربه جزاء ونقص عددي و8 دقايق وقت ضايع وكل حاجه في الكوره حصلت النهارده. ما انا بقول لك احنا اتمرنا بظروف صعبه ظروف صعبه، يعني ظروف صعبه جدا لاي مدرب، لازم يعني مش عايز اقول لك ممكن يحصل له شيء من التوتر خارج، ولكن انا كنت هادي جدا في المواقف دي. يعني الجمعه سترة، يعني بعد شريف اكرامي طبعا ما اتعور، بعد عماد متعب ما نزل وجاله شد، وبعد محمد هاني ما نزل دقيقه واتطرد، فطبعا بتبقى مؤثره جدا. انا بلعب بدون راس حربه يمكن لمده ربع ساعه، ولكن كان في فرصتين كنت ممكن اخلص الماتش، كنت خلص بيهم الماتش اللي رمضان. كان في يعني مش عايز اقول لك كان في دقه في التمرير لوليد او لو عبد الله، كنا قدرنا خلص الماتش 3-1 النهارده. يعني في كيمياء ما بين الكابتن فتحي مبروك وخاصه اللعيبه الصغيرين، رمضان صبحي، ويعني شفنا رمضان كان بعيد حضر وساعد الصغيرين بالاخص يا كابتن. لا الحمد لله، انت عارف الظروف اللي احنا موجودين فيها والاصابات اللي انا عندي كتير قوي، يعني عندي مش عايز اقول لك ستة غايبين من العناصر الاساسيه، وليهم تقل وليهم كيان في الفرقه، ولكن احنا قلنا نستثمر العدد اللي موجود 19 فيهم 3 حراس مرمى، والحمد لله قدرنا من خلال يمكن الاعداد النفسي كويس للعيبه ان احنا نلعب هذه المباراه، نلعب تحت الضغوط الجماهيريه ونلعب تحت ضغوط جماهيريه رهيبه. ولكن انا يمكن برضو على فكره يمكن الجمهور الافريقي التونسي جمهور محترم وناس زي الفل وناس بتشجع بادب وبذوق، يعني ما بقدرش منهم اي، وانا بشكرهم طبعا وبقول لهم هارد لك وبهنيهم ببطوله الدوري اللي هم خدوها. يحسب ليك عماد متعب قاعد على الدكه مش زعلان، عارف هو هينزل امتى، عارف هو هيعمل ايه، ده مش بيجي من فراغ، بترتيب. لا انا ببقى ترتيبي، ودائما انا قبل الماتش بيوم يومين بقى يعني بيبان ملامح التشكيل، بيبان ملامح التشكيل، مش عايز اللعيبه تبقى دايما في قلق، او مش اللعيب دايما ما بقاش عنده ثقه ان هو يلعب والكلام ده، فدايما بيبقى عندي ملامح التشكيل بنسبه 80% قبل المباراه، وعماد عارف وعماد بيبقى مهيئ، وعماد بيقول لي يا كابتن انا اي وقت هتنزلني هثبت لك مفيش مشكله، يعني الحمد لله. ودي اذا ما كنت بترجع لثقه اللعيبه في الجهاز الفني. تقول ايه للمهندس محمود طاهر؟ بقول له مبروك والحمد لله عدينا هذا الدور في ظل ظروف صعبه جدا، وكنت اتمنى ان انت موجود معنا في تونس. عقدك يخلص ايه؟ لا لسه ما انت كاتب عقد يا كابتن. لا مفيش عامل عقد، مفيش مدير فني مصري جه النادي الاهلي على فكره وعمل عقد عشان تبقى عارف، مفيش مدير فني. لو كان كابتن حسام البدري جه كان هيتعمل عقد. بيقول لك احنا اولاد النادي دائما، يعني كابتن حسام لو جه ما كانش هيتعمل، دائما بيحملك ان انت ابن النادي، دائما بيحملك، وانا الحمد لله الحاجات دي ما بتفرقش، ولا اعمل شروطي ولا اقول لهم انا عايز كذا ولا مرتبي كذا، اللي يقولوه انا بحبه، انا كفايه بقول لك الشهاده الجماهيريه اللي عندي، شهاده حب الناس دي تكفيني بالدنيا كلها. تتمنى الاستمرار مع النادي؟ الحمد لله من جوه اتمنى ولا جاي تأدي مهمه في وقت صعب وخلاص؟ لا اتمنى ان يدوني الفرصه، ويدوني الفرصه زي ما زمايلي خدوه قبل كده محمد يوسف، واحنا بنسندك، اتمنى واحنا بنسندك، انا عايز ابني فرقه، عايز ابني فرقه كويسه للنادي الاهلي ان شاء الله في المستقبل. وانت قادر يا كابتن ان شاء الله، الناس كلها بتحبك ان شاء الله، والكيمياء ان حب اللعيبه للمدير الفني. لا والحمد لله، وزي ما كنت بقول لك انا عندي عنصر مهم، العنصر الجماهير، الناس بتحبني جدا، وده فضل من عند ربنا سبحانه وتعالى، والحمد لله في ارتياح من اللعيبه للجهاز الفني، فانا ان شاء الله لو في استمرار ان شاء الله هعمل فرقه كويسه للنادي الاهلي مستقبلا ان شاء الله. مهندس محمود طاهر كابتن فتحي مبروك بيتمنى الاستمرار، مش على اكتر من كده. بشكرك كابتن فتحي، والف شكرا، ومشكورك، شكرا.